بينكم معي عبر الهاتف رئيس الفريق فريق سند التطوع الأستاذ علي بن أحمد عسيري. حياك الله يا أستاذ الكريم. أهلا وسهلا بك أخوي عبد الرحمن، ومساءك خير وسعادة. نسعد بكم، وبودنا أن نتحدث ونتعرف على هذه المبادرة وعلى هذا الجهد الشبابي التطوعي. حياك الله. أولا نشكر لكم أخوي عبد الرحمن استضافتكم لنا في هذا البرنامج الرائع وعلى قناتكم الرائدة. الله يحفظك، شكرا جزيلا. العفو. طبعا لو تسمح لي أخوي عبد الرحمن نبذة مختصرة عن الفريق. تفضل. طبعا هذا الفريق فريق سند التطوعي بن حي العسير، نشأ في هذا العام الحالي 1440، مكون من مزيج من الشباب والفتيات تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 عاما. يعتبر هذا الفريق طبعا كما أسلفت إحدى مبادرات جمعية البر بن حايل تحت إدارة مستقلة. جميل. بالجمعية تسمى إدارة المتطوعين. جميل. نمسي عليهم بالخير طبعا عبر برنامجكم الرائع. الله يحفظ. ما هي أول مبادرة قمتم بها؟ أول مبادرة طبعا مبادرة جمع المصحف الشريف والممزق من المساجد. جميل. والجامعات والمجمعات التعليمية والجامعات، وتسليم الجمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة. جميل. والمبادرة الثانية أنا أذكر فيه أن في حالة احتياج منزل أو ترميم، واستطعتوا أن تؤدون الغرض هذا، كيف؟ بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا مبادرة ترميم منزل أحد المحتاجين في المحافظة، ترميم الأسقف المتهالكة طبعا طاح عليهم السقف، وطبعا قام الفريق بعمل اللازم والحمد لله على كل حال. سعادة المحافظ، محافظ المحافظة عندكم كرمكم أو دعاكم؟ أنا شفت لكم بعض الصور. طبعا دشنا الفريق طبعا اللي هو المحافظ المكلف الأستاذ علي بن إبراهيم فلقي، نمسي عليه بالخير. فهذا الفريق دشناه تقريبا قبل أسبوع تقريبا. وما هي أهم أهدافكم القادمة أستاذ علي؟ والله طبعا الأهداف كثيرة وجميلة إن شاء الله، وبإذن الله أن نقدم يعني كل ما هو جميل في المستقبل، وأن نكون يعني اسم على مسمى إنجاز التعبير، سند حقيقي في أعمال التطوع أيا كانت. فنحن بالمناسبة فريق تطوعي طوال الموسم وليس فترة محددة وبحسب المناسبات. شكرا جزيلا أستاذ علي بن أحمد عسيري رئيس فريق سند التطوع.